فيما يتعلق بأن خروج السيد الصدر لم يكن نتيجة لنزوة سياسية أو نتيجة ل يعني رغبة سياسية، يعني خرج السيد صدر حينما شعر بأن مشروعه السياسي غير قادر للتنفيذ بسبب ما يعني بسبب ضغوطات خارجية وداخلية، باعتبار أن السيد صدر رفع شعار لا شرقية ولا غربية، وكان يريد إنتاج حكومة قادرة على إنتاج قرار عراقي بعيدا عن الضغوطات الخارجية، وبالتالي الانتقال من مرحلة وأعراف سياسية موجودة سابقا أدت إلى حدوث أزمة الثقة ما بين المواطنين وما بين هذه الكتل السياسية. بالتأكيد يعني اليوم هذه القوى السياسية التي كانت تتحدث قبل يومين عن أن هذه الحكومة تشكلت بالذكاء السياسي لأحد الزعماء وتشكلت بسلاح بعض الفصائل اليوم الموجودة، بدأت تشعر اليوم الصراع أصبح صراعا داخليا، ودعني أتحدث يعني اليوم صراع أولا داخل إدارة الدولة الذي يعني لا توجد له ملامح واضحة اليوم بعد يعني عدم تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها ما بين هذه الكتل السياسية خصوصا من قبل الإطار التنسيقي واستغلال المحكمة ربما في بعض القضايا بشكل أو بآخر. أن السيد مقتدى الصدر لن يعود إلى العملية السياسية إلا بشرط واحد، وهو هذا الشرط هو أن تعود القوى السياسية وزعماء القوى السياسية التي وقعت له على الاتفاق الذي سبق الانتخابات النيابية الأخيرة بشأن تشكيل حكومة أغلب. إذا قبلوا أن يعودوا ويلتزموا بتواقيعهم فالسيد الصدر حاضر. عندما وصلت التهديدات بشكل مباشر من جارتنا الشرقية الجمهورية الإسلامية في إيران إلى السيد الصدر بأنك لم ولن تستطيع تشكيل حكومة أغلبية حتى لو حسب تعبيرهم طبعا حتى لو وصلت الدماء إلى الركاب،